سألوني ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟ فأجبت: تعلمت أن من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس. وتعلمت أن أقول الحمد لله على كل شيء. تعلمت أن الحياة قد تنتهي في أي لحظة ونحن غافلون. وتعلمت أن أعمل الخير ولا أنتظر بعده أي مقابل لكي لا أصدم. تعلمت أن الكلمة الطيبة والنفس المطمئنة هي رأس مال الطيب على هذه الدنيا. تعلمت أن أغلى إنسان في هذه الدنيا هو ذاك الذي يحيطه الأمن والصحة من كل جانب. وتعلمت أيضا أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان، وإن غرس وسقى ولو غسل الثوم بماء الورد لا تذهب رائحته. وتعلمت أن العمر ينتهي والشواغل لا تنتهي. وتعلمت أن بقدر إصغائك للناس يرخي الناس لك أسماعهم. وتعلمت أن الناس متفاوتون في نواياهم، وليس كل نية حسنة تصنع عملا صالحا. فكم من مصلح سعى في الخير ولكن أخطأ الطريق. تعلمت أن كثيرا مما تعلمناه في المدرسة شيء وفاجأنا الواقع بشيء آخر. وتعلمت أن معظم الناس يسألون عنك ويتصلون بك إذا ثمت مصلحة تربطهم بك، وحين يتحصلون عليها يتنكبون لك. تعلمت أن السفر يخرج لك معادن النفوس. وتعلمت أن المرء يشتري بسمعه أكثر مما يبيع بلسانه. تعلمت أن أرى وأسمع من أهوال الناس وأحوالهم وأردد الحمد لله على كل حال. تعلمت أن الثرثرة بتفخيم الأنا هي انعكاس لنفس خاوية فارغة. وتعلمت أن أجود معادن النفوس هو الذهب، إذ حتى في الوحل الذهب له بريق ويشع. وتعلمت أن أصحاب القبور لم ينالوا آمالهم ولم يحققوا أمنياتهم، وكانت لهم مواعيد وشواغل قطعها الموت وحال دونها. وتعلمت أن أرسل ما يعجبني لمن واحد.